أما مذيعة نشرة أخبار قناة العربية الحدث نجوى قاسم فالمواضيع معاها مختلفة. السياسة هي كل حياتها تقريبا بعد ما اختارت تقديم نشرة الأخبار كمهنة ليها. صبحي هيكشف الوجه الآخر لنجوى بعيدا عن السياسة. في السادسة مساء بتوصل نجوى لاستديو الأخبار، وبين التحضيرات وتوتر الأخبار اللي بتتغير كل شوي في لحظات عصوية ومرحة مع فريق العمل. لكن أحياناً ما بيكون هيك الوضع أبداً لما بتعصب نجوى. سموني أنه أنا الهلالين الشرسي، إيه أنا عندي طبع شرس. الشغل المصور ما بستسخف شغله، والمخرج أنا ما بستسخف شغله، أكيد البروديوسر، كل حدا عنده شيء معي أنا بعطيه، فبحب لما يوصل دوري أوكي عطوني مساحة، فأنا بكون كتير مركزة، ما بحب حدا يقطع لي تركيزي على شغل، يعني ممكن تقطع، ممكن تتأجل، يعني إلى آخره، هدول شغلات إيه بعصبون. رغم أنها مقدمة أخبار إلا أنها تميزت بشكلها وبملابسها. المذيعة الشقراء اللي بتلبس ألوان جريئة على نشرة الأخبار، أحمر وأصفر، مزبوط؟ ليها الجرأة؟ من وقت ما بلشت أنا كان عندي هدف بعدة أشياء، شكله بالمضمون إني حابة أكسرها بالعالم العربي. فكرة المذيعة يا أما بتكون عبارة عن موديل اللي ما بتعرف تعمل شيء غير إنها تكون ست حلوة على الشاشة، وبين إنه ست لا اللي عندها مضمون واللي جدية، وما بقولهم أنا مثل ناظرة المدرسة على الشاشة، إنه طب لا في شيء بين اثنين، وأنا هيدي كانت يعني واحدة من أهدافي إذا بدك إني أوصل لها، بتمنى إني أكون وصلت لها. بعد الشغل بترجع لحياتها الطبيعية، فكيف بتعيشها؟ أنا بتعامل مع حالي إنه بدي يكون شخص كتير طبيعي لما بخلص، يعني أنا مجرد ما أوصل على البيت دغري بشيل المكياج، برات الشغل بلبس أشياء كتير كاجوال كتير مريحة. دايما خفت من قصة إنه أنا يعني ما عود أقبل حالي بدون ميك أب، أو ما أقبل حالي إلا رايحة على محلات معينة وعم بلبس ثياب معينين وهيدا، وأنا كتير برايفت، فضل إنه الناس ما تعرفني بالمحلات اللي بروح عليها. بال 2010 عملت لقاء مع أوما ثيرمان، وأنا عم بطلع فيكي هلأ إنه حاسس إنه في شيء من أوما ثيرمان قدامي. كتير ناس بيلاقوا في كتير شبه بيني وبين أوما ثيرمان. عندي صاحبتي كانت أوما ثيرمان عم تعمل دعاية إنه يي نجوى عاملة دعاية لهيجو بوس، ما قايلت لي عم أسمكة. تحسي مين أحلى، أنت ولا هي؟ لا أكيد أنا. أكيد أنت أكيد. هالثقة بالنفس تنعكس على الشاشة، لكن شو انعكاسات الحياة على نجوى، وخاصة إنها تجاوزت الأربعين. نجوى رغم كل شيء وكل هالشكل الحلو والخبرة والمنصب، يعني مع ذلك ما تزوجتي. ليش؟ يعني عم برحم أي رجال بده يعيش معي، هي هي القصة. يعني بعتقد في عدة أشياء عوامل بهذا الموضوع، ولا مرة كنت رافضة الموضوع، ولا مرة مني من النوع المفلسف بهذه القصة، ولا عندي موقف يعني رايحة بالفيمينيزم في للآخر، ولا العكس يعني. وحقيقة أغلب التجارب اللي وصلت فيهم لأنه يكون في زواج بآخر لحظة تتعرقل، ولأسباب أوقات غريبة، الله بيعرف صالحي أكثر. صح. بتحبي هلأ؟ هلأ لا أبداً؟ لا هلأ عاملي بلوك على الموضوع. نجوى شو مزاجك الموسيقي؟ أنا بحب كتير كتير أورينتل على فكرة، أنا بسمع كتير موسيقى بس أورينتل. يروح مزاجي أكتر إني أحضر حفلة لجوليا، بحب لها كتير. يوماً ما ورح نتلاقى يوماً ما على أرض بعضنا. إيه على أرض الوطن المحروس. حتى ذوقها الموسيقي ليه بعد سياسي، يعني لما بتيجي تغير جو السياسة بتروح لأغاني اجتماعية، أو زي ما بيقولوا الخط الملتزم. هي دي نجوى قاسم.